يوم 6 كان اختلف فكره عن ماتش النهارده طبعا. اه طبعا في التشكيل وفي الطريقه طبعا، لان ده بان قبل مباراه الوداد الاولانيه الاولى قبل مباراه الذهاب، بان بمباراه بيراميدز. مباراه بيراميدز كانت يعني شبه تحصيل حاصل ولعب فول تيم، اعتقد لعب فول تيم وكهربا كان اتصاب في المباراه دي. مزبوط. فلا اكيد المباراه كان الفكره هيختلف تماما. واعتقد البدايه كانت هتبقى مشابهه لمباراه الوداد، ان انت تبقى انت برضو اخذت فتره من بعد مباراه الوداد الثانيه لغايه دلوقتي، وبعدين هتقعد من دلوقتي لغايه مباراه الفاينل، هتبقى صعب انك تقعد الفتره دي كلها من غير مباريات. ممكن يدي اللعيبه بس باجزاء يعني باجزاء متفاوته، يبدا ممكن ما يبقاش الهيكل الكامل، ولكن هيدي جزء فيه ويبدا يدعم ببعض اللاعبين. النهارده مباراه تسويقيه برده، خد بالك النهارده برده المباراه داخل فيها جزء تسويقي. كل انديه الدوري مباراه النهارده ومباراه اللي قبل كده معظمها جزء تسويقي، بمعنى ان في لعيبه موجوده عندك ما بتلعبش بقى لها فتره، انت عايز ممكن تكون عايز تخرجها بدون ذكر اسماء اي كل الفرق يعني. فالنهارده مباراه فاترينا كويسه ان هو الناس تشوف اللعيبه اللي موجوده عنده، او تديك انطباع تاني انت لعيب ممكن يكون مش في حساباتك خالص، مباراه زي النهارده يغير لك حساباتك تماما. وفي لعيبه كتير كان ما كانش موجوده قبل كده، ممكن النهارده مستر موسيماني يشوفها، او هي كانت لعيبه نجوم. انا شايف زي صالح جمعه لعيب عمل مردود كويس بعض الاوقات، ولكن بقاله فتره بعيد. النهارده مباراه النهارده ممكن برده تخليه، يعني انت قصدك ان مباراه النهارده تعتبر اثبات وجود لبعض اللاعبين في الملعب؟ طبعا اللي بيلعب في النادي الاهلي مش متخيل ان كل دقيقه بتعدي عليه مش اثبات وجود، يبقى هو مش مدرك هو فين. النادي الاهلي لو انت واخد بطوله افريقيا او واخد دوري وعندك مباراه بعدها، بتبقى عايز تثبت نفسك، لان انت ممكن لو ما قعدت ماتشين ثلاثه بعت واحد تاني دخل مكانك، هتستنى الفرصه دي ممكن تقعد لك 3 4 شهور عشان تاخد الفرصه تاني. فاللعيب اللي في النادي الاهلي اللي مش مدرك ان مباراه النهارده او اي مباراه بيلعبها كويس، او اي مباراه تجريبيه في التتش، ماتشات التتش دي ماتشات تجريبيه بتمشي لعيبه وبتقعد لعيبه، خلي بالك. مظبوط. وكلنا طبعا كل على مختلف مزبوط. العصور كلنا مرينا بده. فاللي مزبوط. اللي مش مدرك ده، لا يبقى كده هو يعني مش عايش الاجواء في النادي الاهلي. فاعتقد دي مباراه النهارده اللي عنده ربع ساعه، اللي عنده ثلث ساعه، اللي عنده نص ساعه هيلعبها، هو لازم يكون واخد باله ان هو بيتقيم عليها. ممكن يكون بعيد جدا ويؤدي ربع ساعه ولا ثلث ساعه كويسه تدخله اجواء تاني. وممكن يبقى يعني بقول يعني للبعيد، لكن للقريب واللي ماشي كويس اعتقد الامور بالنسبه له مش يعني عادي، هو ممكن يكون فيها استشفاء، ممكن يكون فيها راحه للمباراه الجايه. بما انك اتكلمت على التشكيل او اللي هيلعبه، فممكن نتكلم على تشكيل النادي الاهلي النهارده. هيبقى علي لطفي في حراسه المرمى، ناحيه اليمين عربي بدر، ناحيه الشمال محمود وحيد، الاثنين اللي في القلب احمد فتحي وايمن اشرف. نقولهم تاني، عربي بدر ناحيه اليمين، محمود وحيد ناحيه الشمال، الاثنين اللي في القلب احمد فتحي وايمن اشرف. اثنين في نص الملعب اليو ديانج ومحمد فخري. اثنين اللي في نص الملعب اليو ديانج ومحمد فخري. قدامهم ثلاثه، جيرالدو ناحيه اليمين، كهربا ناحية الشمال، وليد سليمان في النص، وقدام اليو باجي. ثاني خط الامامي، جيرالدو ناحية اليمين، محمود كهربا ناحية الشمال، وليد سليمان في النص، وقدام اليو باجي. تشكيل طلائع الجيش هيبقى محمد بسام. ومن تشكيل طلائع الجيش كده يبان ان الكابتن عبد الحميد البسيوني واخد الامور بجدية. محمد بسام في حراسة المرمى، ناحية اليمين عبد الرحمن زولا، ناحية الشمال محمد ناصف، اثنين في القلب أحمد سامي وخالد سطوحي، اثنين اللي قدامهم في النص عمرو السيسي ومهند لاشين، قدامهم محمد رؤى، قدامه اثنين محمد شحاتة أحمد سمير، وقدام هيبقى عمرو جمال. مرة تانية، محمد بسام لحراسة المرمى، عبد الرحمن زولا ناحيه اليمين، محمد ناصف ناحيه الشمال، اثنين في القلب خالد سطوحي واحمد سامي، اثنين قدامهم مهند لاشين عمرو السيسي، قدامهم محمد رؤى، واثنين قدام محمد رؤى احمد سمير ومحمد شحاته، وقدام عمرو جمال. هو بيلعب تقريبا 4-2-1-2-1.